نروح بقى على الدوريات الاوروبيه اللي كلها كانت شغاله امبارح وبمنتهى القوه، واللي يخصنا فيها محمد صلاح احرز هدف في ماتش امبارح اللي طبعا اتعادل فيه ليفربول بنتيجه 3-3 مع برينتفورد. طبعا صلاح ودي حاجه جميله جدا، ماشي في طريقه بمنتهى القوه في طريقه لحصد لقب الهداف ان شاء الله مع نهايات هذا السيزون. بس طبعا يعني من ضمن الحاجات الثانيه اللي كانت ملفته جدا جدا للنظر الحقيقه لقطه رائعه كانت في الدوري الايطالي شفناها في ماتش ميلان وسبيتزيا، وهي فرحه باولو مالديني المدير الرياضي لنادي ميلان ونجمه الاسطوري الشهير بالهدف اللي سجله ابنه دانيال مالديني. وطبعا اسم مالديني ده في ايطاليا اسم ليه تاريخ وواحد من اساطير كره القدم الايطاليه، والناس اللي هم ايه الاجيال اللي زي حالاتي عارفين كويس جدا قيمه وقامه صاحب هذا الاسم. فكانت لقطه لطيفه جدا، لقطه حلوه جدا. بس مش الجيل بتاعك بس على فكره، جيلي كمان باولو مالديني حاجه تانية. لا انت تسمعي عنه يا لا وقت كاس العالم جيلك يسمع عنه يا ست، انا عاصرته. لا لا انا كنت صغيره بس اتفرجت على الماتش على فكره. الفريق كان عامل ازاي وقت كاس العالم؟ لا المنتخب وقتها كان حاجه تقيله تقيله يعني. وباولو مالديني طبعا رقم 3 كان متالق جدا. احنا لا ذكريات كبيره، وهو اسطوره، هو اسطوره وباباه كان اسطوره وابنه دلوقتي دانيال اسطوره عنده 19 سنه. ويمكن امبارح الصحف كريم كمان تحدثت بشكل كبير جدا عن هذا المشهد، يعني المشهد في بعض الصحف قالت التاريخي، يعني عايزه اقول لك. وفي ناس تحدثت انه قال لك يعني هو اكتر اب ذا براودست مان ان ايطالي، اكتر رجل محظوظ حاليا في ايطالي ان هو يشوف ابنه هو بيسكور هذا الهدف يعني الاول ليه في مع يعني ميلان. فحاجه كانت حلوه جدا، وهم بيتكلموا قد ايه الذكريات تم استرجاعها، واللي كسب كمان مالديني مع ميلان كل تقريبا البطولات المحليه والقاريه، بنتكلم 5 دوري ابطال اوروبا رقم قياسي على فكره، ده جدا عالمي. وكمان زي ما كنت بقول لحضراتكم الجد يعني اللي لعب عمره كله كمان في قلعه ميلان يعني. فحاجه كانت حلوه ولقطه حلوه زي ما بتقال جيل بيسلم جيل عندنا، اسره اسطوريه فعلا. فكانت حديث السوشيال ميديا والصحف كمان المختلفه بالامس. طيب.